معي من باريس الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شقروش. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد لاغا. لماذا اكثر الانتحاريين بوكو حرام نساء واطفال؟ صوت ما فاد لك. مساء الخير سيد لاغا، مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. اذا نتحدث عن بوكو حرام، تقرير لمجله نيوز ويك يتحدث عن وجود كم من النساء والاطفال بالصفوف الأمامية حتى، لماذا؟ بكر، قضية استعمال النساء والأطفال من طرف بوكو حرام في الساحل والصحراء، أو بالتحديد في شمال نيجيريا وبعض المناطق من نيجيريا ومالي، هي نتيجة أولا تاريخية. تاريخيا الإرهاب لا يستعمل النساء والأطفال بطريقة مباشرة لعمليات القتال أو الانتحار، أو كان يستعمل الجديد يستعمل هذه النساء خاصة والأطفال في عمليات قتالية للأسباب الآتية. السبب الأول، من الممكن وفي اعتقادي هناك عملية عادة العنصر الضعيف، يعني من ناحية الاجتماعية والاقتصادية، هي المرأة في هذه المناطق. لا أعمم بطبيعة الحال، لا أعمم، لكن يدل عن عملية ابتزاز رهيبة تتعرض لها المرأة والطفل في هذه المناطق. يأتي كذلك من ناتج أو نتاج للخطاب الديني، لأن في الخطاب الديني المرأة لها مكانة أخرى ونصف الرجل، وليس ولا تصلح صحيح للقتال، صحيح. ولا تصلح. وهنا كان يعني الازدواجية كانت من أبرز ما أظهر ازدواجية هذا التنظيم، ولكن هذا تتحدث عن هذا في السابق سيد لاغا. يعني اليوم هذا التقرير يتحدث بأنه صح، ولكن الآن في تحول خطير بجماعة لهذا، تلجأ لموضوع تجنيد النساء، لموضوع بإشراكهن بالصفوف الأمامية. أي نعم، هذا هو الجديد. التحول ناتج عن ظروف اقتصادية مادية، كذلك الدور الجديد المتعلق بالمرأة، لأن هناك شحة في تجنيد الرجال أولا، ثانيا هناك كل السلطات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية كانت وما زالت تركز على عنصر الرجل. إذا المرأة لها دور كبير في التمويه، في جمع المعلومات، في القتال، في استعمالهن في هذه العمليات الدقيقة. لذلك نتج عن هذا ما نلاحظه في أماكن كثيرة، وخاصة مؤخرا في فرنسا كانت هناك جماعة من النساء كانت تريد أن تقوم نعم، بعملية ضد نوتردام دو باري. أنا أشكرك. في بوكو حرام يستعمل النساء ويستعمل الأطفال لنفس الأسباب، هذا هو الظاهر نعم، الجديد. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من باريس، الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شقروش، شكرا.